سورة الأنعام آية 59 آية 59 سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح، مفاتح جمع مفتح أو مفتح، والراجع ان هي بجمع مفتح، مفتح يعني زي المفتاح، وتجمع على مفاتح ومفاتيح. ومفتح اللي هو يعني ايه ما يفتحه، يعني ما يحكم به في غيبه. لو فتحنا الميم مفتح يبقى ما يحكم به، ومنه الفتاح الذي يفتح فيحكم، زي ربنا افتح بيننا وبين قومنا أن يحكم بيننا وبين قومنا. والغيوب هو ما لا يطلع عليه من مراد الله عز وجل. وعرفنا احنا مفاتح الغيب خمسة اللي هو قالها في سورة لقمان، اللي هو ايه؟ عنده علم الساعة، مش كده برضو؟ إن الله عنده علم الساعة إيه؟ وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، اللي هي الخمسة اللي هو بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وما تسقط من ورقة ويعلم ما في البر والبحر. هذه الآية العظيمة بترد على كثير من الفلاسفة وإلى يومنا هذا أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. يعني في بعض الفلاسفة ذهبوا إلى ذلك، أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. فهذه الآية تدل على أنه علمه بالجزئيات كعلمه بالكليات سواء بسواء. فالله يعلم الكليات ويعلم الجزئيات ولو أبسط شيء، يعلم أبسط شيء وأعظم شيء، يعلم كل شيء، هو بكل شيء عليم. وعشان كده بيرد عليهم بأبسط عبارة، يعني لأن في كثير من الفلاسفة حتى بعض فلاسفة المسلمين تأثروا بهذا القول وقالوا به، لكن هذه الآية ترد عليه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. شوف أنت الأشجار قد إيه وفيها أوراق قد إيه، وكل شوية ورق يسقط، كل ده بعلم الله، لا يغيب عن علم الله شيء. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى علمه يشمل كل شيء. يلا يا سيدي. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. نعم، وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار، يعني في منامكم، لمن لم يقضى أجله. وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني وقت نومكم، ويعلم ما جرحتم بالنهار ما كسبتم. عشان كده يسموها ايه؟ الجوارح، يسموها الكواسب، لانها بتكتسب رزقها بجوارحها. فلما تكتسب رزقها بجوارحها سميت كواسب او جوارح. وكذلك جرحتم هنا كأن المعاصي بتجرح الدين،
بتجرح ديانة الإنسان، فبرضو فيها معنى التنفير. ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما عصيتم واكتسبتم بجوارحكم ما يغضب الله عليكم. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يعني يوقظك من نومك طالما لسه لك أجل، أو يقبض روح إذا كان انتهى الأجل. والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي إيه؟ قضى عليها الإيه؟ الموت، ويرسل الأخرى، الأخرى اللي هي لسه لها أجل. يعني النوم أخو الموت. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، اللي هو عمر كل إنسان، ثم إليه مرجعكم عندما ينتهي الآجال، نعود إلى مولانا حيث إيه؟ يحاسبنا على ما قدمنا وأخرنا. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، اللي هو العرض والحساب. يلا يا سيدي. وهو القاهر، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. نعم. وهو القاهر فوق عباده، الفوقية هنا ليست فوقية جهة. ليه؟ لأن أي ظرف زمان أو مكان إذا ارتبط بالله فقد معنى الزمان والمكان، قاعدة. ليه؟ لأن الله خارج عن الزمان والمكان. إنما ما يرتبط بمخلوق يبقى إيه؟ حبسه في مظروفه. لكن خالق الظرف نفسه إزاي يكون مقيد بالظرف؟ مستحيل. يبقى أي ظرف زمان أو مكان إيه؟ إذا ارتبط بخالقه فقد معنى الزمان والمكان، لأن الله ليس داخل في الزمان والمكان سبحانه وتعالى، لأنه هو خالق الزمان والمكان. الزمان به والمكان به سبحانه وتعالى، فكيف يستوعبه؟ فمحال. وبالتالي فوق هنا ليست فوقية جهة ولا فوقية مكان، ولكنها فوقية قهر، مرتبة، مرتبة القهر والإحاطة. وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. كأنه بالضبط بيقول إيه؟ أن القهر معناه إيه؟ معناه القدرة على التحكم في كل ما أنت قاهر له، والإحاطة بكل ما أنت قاهر له، وإدراك كل ما أنت قاهر له. فالقاهر فيها معنى العلم، وفيها القدرة، وفيها الإحاطة، وفيها إيه؟ يعني كأنها مجموع أسماء كثيرة. ويرسل عليكم حفظة، اللي هو ملائكة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا لا نرى الجن، وخلق الجن ترانا، فربنا حفظنا مما لا نرى بالملائكة. فالملائكة تحفظ بني آدم أن يتخطفهم الجن، لأن الجن مش شايفيننا وإحنا مش شايفين، فممكن يتلعبوا بينا بقى. يقوم ربنا يحفظنا بإيه؟ بحفظة الملائكة. ويحفظنا أيضا بالملائكة حتى من تهورنا، يعني ممكن الطفل هو صغير يقعد يلعب بتهور وتلاقيه يقع وما يجرالوش حاجة، مين اللي حفظه؟ الملائكة. كل شوية الواحد يقع من العيال، الأطفال دول يقع سبحان الله، ويقوم العيل يعيط شوية تدور عليه ما تلاقيش في أي جرح، مع إن لو واحد كبير وقع وقعته يتكسر ويقعد فيها في المستشفى 6 شهور. فلأنه ليهم حفظة يحفظوهم. كل ده إيه؟ بيمن الله علينا بأن الله حفظنا بملائكة، يعني وكل لنا ملائكة تحفظنا، وكل لنا ملائكة كمان تشهد لنا وتحضر الصلوات معنا وتحضر الدعوات معنا وتقاتل معنا أعداءنا. فكل دي من نعم الله. والحفظ هؤلاء لبني آدم جميعا حتى كافرهم. فالملائكة الحفظة ده لكل إنسان حتى الكافر. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت. والعوام يقول لك إيه؟ العين عليها حاجب، مش
كده يعني حافظ، تبقى الضربه جايه على العين هتضيعها، سبحان الله تروح جايه على الحاجب، ايه اللي يخليها بقى الحاجب الملك يروح زيها كده عشان يحفظ العين بس وخلاص، انت مش شايف الملك. فربنا حافظ الانسان لا شك في ذلك. حتى اذا جاء احدكم الموت، في لما يجي بقى الاجل خلاص ما فيش بقى حفظ، تيجي ايه تيجي الملائكة الموت تاخد الروح تقبضها بقى. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وهم لا يفرطون في أوامر الله عز وجل. تفضل يا سيدي. طبعا حمزة حيقراها توفاه رسلنا، توفاه مش توفته بقى، توفاه بالإمالة كده، دي قراءة حمزة مع الإمالة. ورسلنا أبو عمرو البصري لها رسلنا بتسكين السين، رسلنا، وهكذا في كل نظير. يلا يا سيدي. ثم ردوا، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سبحانه وتعالى بعد الوفاة نرد إلى مولانا سبحانه وتعالى في عالم نسميه عالم البرزخ كما سماه القرآن، في برزخ إلى يوم يبعثون، أي الكده. فالله سمى هذا العالم الذي توسط بين حياة الدنيا وبين يوم البعث والنشور سمى عالم البرزخ، وهو عالم له قوانين وقواعده تختلف تماما عن قواعد وقوانين الدنيا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سبحانه وتعالى يحاسب الخلق كلهم في لمحة بصر، مش واقفين طابور، احنا مش هنقف طابور ربنا يحاسبنا واحد ولا التاني، لا، ده كله يحاسب في وقت واحد في لحظة واحدة. سألوا سيدنا علي بن أبي طالب قالوا له يا إمام كيف يحاسب الله الخلائق جميعا في لحظة واحدة؟ قال كما يرزقهم جميعا في لحظة واحدة. واحنا واقفين طابور عشان ناخد رزقنا؟ انت بتاخد نفس وانا مستني اخد نفسي وراك مثلا، ما كنت هموت على ما تاخدنا، فهمت ازاي؟ فكلنا نتنفس في وقت واحد، ناكل في وقت واحد، ننام في وقت واحد، كل ده ربنا بيرزقنا في لحظه واحده، يحاسبنا برضه في لحظه واحده سبحانه، لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون.